تعالوا اقول لكم شويه اخبار جديده ومتنوعه كده في الكوره. بيقول تشافي المدير الفني لنادي برشلونه ان برضه بعد ما كسبوا قدام نادي اشبيليه بنتيجه 3-0 وانهم طبعا بيقدموا افضل عروض وافضل مستويات، انهم لسه ما حسموش بطوله الدوري كل ده، رغم ان الفرق ما بين برشلونه وريال مدريد مش صغير، ده الفرق وصل ل 8 نقط، لكن هو شايف ان الدوري لسه ما خلصش وان المشوار لسه طويل، خصوصا انهم لسه في الجوله ال 20. واكد تشافي انه رافض اللي بيتردد في اسبانيا ده كله ان الفريق الكتالوني حسم الدوري خلاص. واكد الصحافه الاسبانيه ان برشلونه مش بيتاثر بالاصابات اللي عنده مهما كان تاثيرها على الفريق، وان سقوط برشلونه وحصول الريال على الليجا محتاج معجزه مش اي حاجه يعني. ونيجي بقى ونتكلم عن جوارديولا ومانشستر سيتي، وبيقول جوارديولا ان فريقه بدا المباراه قدام توتنهام بشكل كويس جدا، وده اللي بيحصل دايما اصلا منهم، لكن بعد الاخطاء اللي هم عملوها عاقبهم فريق توتنهام وخسرهم 3 نقط، وان السيتي حاليا في وضع ما يسمحش ليهم ان هم يفكروا يكونوا بطل للدوري. بجد راجل محترم وصريح جدا مع نفسه وواضح جدا مع جمهوره. ونروح بقى للفريق اللي انا بحترمه جدا وبحسه كده عايز يقول انا في حالي، بس اللي هيقرب مني مضطر اهينه وافتح عليه سكور. وعملت له ايه؟ والله سامحته. ايه؟ صدق ما كذب عليك. طبعا كلنا دلوقتي عرفنا مين هو الفريق ده اللي عاشق انه يفتح سكور على اي فريق مهما بقى ما كان اسمه او كان حجمه، وهو فريق بايرن ميونخ. فريق كده ملوش كتالوج، تحسه في حاله، بس من وجهة نظري هو اقوى فريق في العالم اصلا. ده حتى في ماتشهم الاخير يا سيدي قدام فيلفسبورج وعلى ملعب فيلفسبورج واتطرد من البايرن لاعب، عايز اقول لكم انهم هم مطرود منهم لاعب كسبوا الماتش ده 4-2. مش بقول لكم فريق بيعرف يكسب في اي وقت وفي اي مكان وعلى اي ملعب ومش بيفرق معاه اي فريق مهما يكون هو مين. واخدكم بسرعه كده على الدوري الايطالي، وما ينفعش نتكلم عن الدوري الايطالي من غير ما نتكلم عن الديربي العشاء الكره الايطاليه. وبيواصل فريق انتر ميلان نتائجه المميزه بالفوز اللي حققه قدام اي سي ميلان بنتيجه 1-0 في اللقاء اللي كان ما بينهم في الجوله ال 21 في بطوله الدوري الايطالي، واللي سجل الهدف اللاعب لواتارا مارتينيز، وبكده بيوصل الانتر للنقطه ال 43 في المركز الثاني، لكن بيتجمد رصيد اي سي ميلان عند النقطه 38 في المركز السادس من ترتيب الدوري. واتمنى لو عجبكم المحتوى ده تعملوا لي لايك ومتابعه، وما تنسوش الاهم من ده كله، انا محمد اشرف.